وبعد كده هنجيب اوبت ودي ونجيب هنعمل هنجيب ايكوال وشايفين الفاريبل اللي احنا عاملينه هنحطه هنا وبقى هنا هنكتب اب وبعد كده هنجيب سيل هنجيب change by y ونخليها my 5 ونعمل ال دي دبليكيت وندوس كده بس عشان هي اشتغلت هنكتب down نعمل الاثنين دول دوبليكيت وبعد كده نخليهم دول هنا كده وهنكتب دي رايت ونكتب دي ليفت ودلوقتي هنعمل الناحية التانية هنجيب one starter وبعد كده هنجيب wait وهنكتب دي 0.1 وندوس انتر وبعد كده هنجيب ديليتا كلون وبعد كده هنعمل فاريبل اسمه لينث وبعد كده هنحط اللينس دي هنا وبعد كده هنجيب من ايفنت هنجيب وين سبيس وكي سبيس بس احنا هنعليها رايت ايرو او هنعليها اب ايرو وبعد كده هنعليها بعد كده هنجيب من ال variable هنجيب ال direction اللي احنا عملناها هنكتب up وندوس ونعمل دي duplicate وهنكتب دي down وبعد كده هنهلي دي دا ونعمل دي دبليكيت ونعملها دبليكيت تاني ونهلي دي رايت ونهلي دي ليفت وهنهلي دي اسمها سنيك وبعد كده هندوس هنا شايفين تشوز سبرايت دي وشايفين بينت اهي وندوس عليها وهنرسم شكل مي وهنرسم دلوقتي شكل مي انا هل دي احمر لحظه
وهنقليها احمر كمان كده هتبقى حلوة. دي اسود لحظة. نكبر بس دي وبعد كده هنعمل دي نعملها كده ننزلها لتحت كده شوية وهنعمل دورية بيضة. احنا هنعمل هنهلي الخط الاسود ده يبان. هندوس سلكت هنا وندوس عليها ونهليها 11 كده. وبعد كده هنعمل دورية كده بيضة نهليها كده ونعملها كده. بس هنصغر بقى دي خالص نهليها كده. دلوقتي احنا هنخليها تبقى ميت اسمها ميت. وهنخلي دي تبقى 25. وبعد كده احنا دلوقتي هنعمل البلوكات بتاعتها. اول حاجة هنجيب اونجين فلات ليك ماشي. احنا هنجيب قصدي موشن وهنجيب زد اكس مش دي هي دي. وبعد كده هنحط اوبتوال ايكوال قصدي بيك راندوم دي هنحط منها 2 وهنا هظبطهم كده وهنا هكتب تو قصدي هكتب ماينس تو فور زيرو. وهنكتب بقى هنا نفس الكلام بس من غير الماينس تو فور زيرو. وهنا هنكتب وان ايت. وهنا هنكتب ماينس 180. وبعد كده هنجيب forever. وبعد كده هنجيب if then touching snake احنا مسمينها snake فدلوقتي. بعد كده نجيب change length by change length by وهنعمل دي duplicate